هلا بداية انتو شوفوا شو الأسئلة اللي بدكم تسألوها عن الحياة. أي واحد بده يسأل يخلي السؤال. نحكي عن أخطر أربع أنواع بتنيش لنا بالضفة الغربية، اللي بتشمل ريحة وبتشمل كرة ريحة وبتشمل المدن أو الكرة اللي بتحب ريحة. يعني كيف ما نحكي؟ إنه مش ضروري تكون مثلا الأسود الخبيث اللي هو الخطر أو الحراش المنشرية، مش بالضرورة إنه بس ريحة والكرة، في كمان مثلا كرة بتحب ريحة زي مين في حزمة، بتعرفوها جوز حزمة؟ أنتوا لازم هذه أفعى فلسطين. شايفين الظاهر كيف عليها؟ ضابط هي متصل بالنظام. الآن هذه سامي. سامي جدا. لا 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 سامي. هاي سامي. لو كنت نياب الأفعى بعد شو في على عصبية بتطلع هاي عصبية. اللي بتطلع على عصبية هذه البكلاوية. صارت على عصبية. دم غير. زي هاي تشبهها بالضبط. لا لا بس لا لا بس الدنيا برد، الجو برد، جسمها برد. طبعا الافاعي من ذوات الدم البارد. شو يعني من ذوات الدم البارد؟ مو بارد شو يعني؟ لا بالبرد بالشتاء بتنزل حرارة الجسم. تفضل. تتكيف مع حرارة الوسط. بالضبط، يعني فيش فيها جهاز تحكم للحرارة. فمثلا جبناها على غرفة حرارة الغرفة نحكي صفر وحطينا الحية بتنزل حرارتها صفر. شايف؟ يعني هي ما بتتحكم، فعشان هيك في الصيف الأفعى بتروح تتخبى في الأماكن الرطبة بين الورد تحت الحجار عشان تبعد عن أشعة الشمس. إذا الشمس ضربتها وارتفعت حرارة جسمها أكثر من 35 درجة الأفعى بتنفقع وبتموت. يعني في نفس الوقت لا بدها برد ولا بدها شوب. هي بالأرض بتروح تتخبى في المناطق تحت الصخرة اللي تدفي حالها فوق. طيب حكيت كيف الأفعى بتقدر تعيش بالشتاء 3-4 أشهر بدون أكل، مين بيعرف؟ بتكون مخزنة اللي هي كريات دهنية في جوا جسمها عشان تتمكن من فصل الشتاء تعيش منها، بتضل تمتص منه حتى يبدا فصل الشتاء. يعني بتاكل وبتخزن وبتضل هاي الدهنيات على شكل كريات مثل البلول او البيض بكون مصفر على جنب جسمها. يعني لو قعدت شهرين ثلاث بدون اكل ما بياثر عليها، بتضل تمتص منه. بالاضافه انها تتحركش من الشتاء، مش ضد جو. بتتحركش، اما اذا اجى جو ليوم مثلا شمس وطلعت الحراره 28 30 تطلع تتشمس وممكن انها تتحرك. طبعا اكثر نشاط لحي فلسطين بيبدا بشهر 5. اكثر الناس بتنكر راس متى؟ بشهر 5. ليش؟ لانه بكون فتره التزاوج عند الارقام هاي، فبتكون نشطه او بتكون بتخبى يعني وتروح وتيجي الفترة. الحية سامة جدا. سامة جدا. لا تخش اللي لصفوا هي مات السهام. مات لا لا عاش، بس يعني كاسفها مش نفسها. طب فين الزنجة الشماسي لو حكينا بخصوص انه ايش بتصير بس اتفق عند الانسان عشان تهيئه وتودي له خطوره ووصوله لمرحله الخطوره؟ يعني مثلا عندهم زلزال عندهم بقول انه بتصيب عنده نوعين في جسم الانسان، ممكن تضرب عنده عصا او ممكن تشتغل على موضوع تكسر فيه كريات الدم. فحابين انه برضه الله بيعرفوا هي المقصر. اضعف فلسطين، اضعف فلسطين سمها ما بيشتغل بالاعصاب. اسمعي استاذ، ما بيشتغل بالاعصاب، سمها بيشتغل بالدم مباشرة، بكسر كريات الدم البيضاء بدم. وبعدين شو؟ بتسبب الوفاة إذا ما تعالجتش. شو اسمها هي؟ هذا اسمه الصل الأسود، معروف بالصل الأسود، من عائلة الكوبرا، من فصيلة الكوبرا، بس ما بنفش. ما بنفش.
طبعا كرس واحد من جبع قبل 3 سنين منه فكروا عربيت مسكوا جبع عمر رجب عمر فكروا عربيت مسكوا الكرس. طبعا هو هذا ببلش من مصغر اسود وبوصل طوله لحد متر 20 بطول اسود. يعني كثير ناس بتفكروا عربيت كوبرا. كوبرا من عيلة الكوبرا. بس كوبرا ابو كوبرا بس ايش؟ ما بينفش زي كوبرا يعني قصير. شايفينه كيف؟ شايفين كيف بعمله؟ هذا مو مش هذا يعني اي شيء بتشوفوه اسود صغير بتكون تعرف انه خطر. كنتوا في ريحه برحله في منطقة غور ممكن يجي بالغلط. مرة اجى يعني في مدن سيارته ملوخية، مرة اجى بسيارة خضرة مريحة بالغلط ممكن يعني يجي بالغلط. يعني هاي الشيء اسود صغير بتكون بتعرف انه خطر. تفضل. عيدك عادي بس غسل هذا. يعني هذا بصير كله غير عربي بس الطول يعني ما بتعدى متر متر 20 سم. أكيد عندنا الأسود الخبيث. اسمع يا شباب يعني تصنيفه ثاني أخطر نوع كثير كرص ماس 2010 كرص واحد من الحرير 6 أشهر علاج 2012 كرص واحد ومات. السنة هاي كرص واحد من بيت فريد ضاع نابلس اصبعه وبترول اصبعه وطلع وقصة وقعد 3 أشهر بالعزة من سمه نفسيا ويعني خطير جدا. طبعا راسه بكون الاسود الخبيث زي ما انتم شايفين زي مبوس. شايفين كيف؟ مبوس شايف؟ الاسود الخبيث قال الحية الوحيدة بالعالم يعني في كل العالم كل الحياة خلقها ربنا السام اللي بتقدر تمسكها بايدك وتطلع سمها الا الاسود الخبيث ممنوع. كيف ما بتمسكه بايدك بتقصه بيطلع الناب على الجنب يعني له نابين شمال يمين بيطلع بشكل لولبي الناب على الجنب. كيف ما تحط ايدك بتطلع الناب وبقصه وبقرص بجهه واحده او بدون ما يفتح تمه بعكس الافعال. سموه خبيث عشان هيك. وزي ما قلت لكم هذا الاسود الخبيث وصل الرسول صلى الله عليه وسلم قتله والله اعلم ما احب الشباب. ليش؟ لانه خبيث كثر يعني طبعا فيش له مضاد مالوش مضاد يعني لما بتنكبس انت وشنطه يعني ممكن تعيش ممكن تموت يعني في حالات عاشوا وفي مات. طبعا هو بيكون كبير كبير زي الجودي كبير وبيبين اسود في نفس المناطق حسب جبع ريحه الغور تفضل. شو سبب موت الثعبان؟ سبب ايش؟ موت سبب موت الثعبان العملاقة قصدك؟ العملاقة ماتت بعد ما شرحتها بين انه المرارة مفجورة عندها. وهي المرارة بتصيب الحيوانات يعني والغنم والبني ادم والانسان الطبيعي. انزل اخر سؤال شباب الورا شوي شاف هاي كمية تقتل 10 يا الله. هاي لحالها هاي طلعت كمية شايف ولين سمي مبينة برأي من ذاك هاي كمية بتقتل 10 يلا ولي
هسه الانياب الصغار ضلين على الكات ولا بفوتين جوا برضه هذول الانياب الصغار. هاي السمها بصير عبد الله هاي السمها شكل قوس